Hello children, please open your action book for on page 13. Page 13. Or open to page 13. First of all, listen and match. Listen, T silent, listen and match. Match وصل. Listen, استمع and match وصل. بنذكر القاعدة اللي مرت معنا بالدرس الأول اللي هي من التايتل من عنوان عرفناها. I am reading about Jordan. I am reading about Jordan. أنا أقرأ عن أردن. والقاعدة كانت عبارة عن present continuous اللي هي is للمفرد, are للجمع, am للآي, ثم نضيف للفعل ing. is للمفرد, are للجمع, am للآي, ثم نضيف للفعل ing. now عنا هون pictures. كل pictures بدنا نكتب عنها باستخدام الإز والآر والآم والآينجي. first of all in this girl, هاي البنت الموجودة في الغرفة بدنا نعرف شو بتعمل. هاي البنت أول شيء ضمير. شو ضمير بيرجع على البنت يا رابع؟ شي. ضمير بيرجع على البنت شي. ولأنها مفرد شو بنحط لها حسب القاعدة؟ is. she is. وشو بتعمل هي؟ she is. وريد تقوم بعملية القراءة. بنضيف للريد اي ان جي حسب القاعدة الموجودة عندنا, لأنه حكينا الاز والار والام لأولاد الضر الثلاثة حتى بيجيبوا الجملة لازم امهم تجي معهم اللي هي الاي ان جي. فوضعنا الاز لأنه شيء مفرد, وضعنا الشيء لأنها بنت, وضعنا الفعل ريد تقرأ, وضعنا انها اي ان جي ريدينج ابوك. شي از ريدينج ابوك. ان نو سوري ان بيكتشر هون ان ذيس بيكتشرز ان بيكتشر 2 عنا المام او وذ هيز وذ ذا باي. المام مع الباي الموجود عنا هون. بدنا نكتب المام شو عم تعمل. اول شيء المام شو ضمير بيرجع على الام؟ شي. المام شي. لحظه وين كتبناها؟ شي. ولانها مفرد شو حطينا لها؟ از. شي از. تقوم بعمليه الطبخ. شو يعني يطبخ يا رابع؟ كوك. شي از كوكينج لانش, تقوم بطبخ الغداء. شي از كوكينج لانش, تقوم بطبخ الغداء. عندنا هون غرفة الباي الولد. الولد مش موجود فيها مع انه هون بهاي الصورة موجود نفس الغرفة للباي, بس الولد مش موجود. بس الولد مع انه اشي مذكر بنحط له هي, لانه مذكر بنحط له هي, ولانه مفرد بنحط الاس, لانه مفرد اس وحسب القاعدة بدها تتبعهم امهم الاي ان جي. امهم الاي ان جي going to school, ان هو ذهب للمدرسة عشان هيك غرفته فاضية. هي از going to school, هو ذهب الى المدرسة. In picture 4 عنا الداد الفادر. شو بيعمل الفادر هون؟ أول شيء ضمير بيرجع عليه هي. بنبلش بنرتب الجمل. هي ولأنه مفرد حسب القاعدة نضع is. هي is. شو بيعمل؟ reading. reading يقرأ. هي is reading a newspaper اللي هي جريدة. هي is reading a newspaper. هي is reading a newspaper. نعم بدنا نعكس الجمل, راح تتغير عنا هون بس راح تصير اسرع الكتابه. الجير اللي كانت موجوده بالغرفه هون بتقرا بوك كتاب. now she is going to school. she لانها بنت, is لانها مفرد, going to school. she لانها بنت, is لانها مفرد, going to school هي تذهب الى المدرسه. ذهبت للمدرسه وتركت الغرفه. الboy رجع من المدرسه وشو بيعمل؟ he is doing his homework. يقوم بعمل واجباته بس بده يخلصها بده يطلع يلعب فوتبول. he is doing his homework. هي لحظة الواجبات بإيده. picture 3 عنا girl. she is drinking an orange juice. drinking تشرب, orange juice عصير برتقال. she is drinking an orange juice, تشرب عصير برتقال. المام أو الداد هون he is using a computer, بيستخدم الكمبيوتر. he is use, لا تنسوا use آخرها إي. لما ضفنا لها الـ ing شو عملنا بالـ E؟ شو عملنا بالـ E؟ تنحذف الـ E ثم بضيف الـ ing فبتصير الجملة using. he is using a computer. now look and say. look and say انظر, look and say وتحدث. mom is talking on the phone. mom is talking in the phone. mom is talking لا تنسوا ال silent. mom is talking on the phone. b وال h f phone. she is talking to my aunt. talking لا تلفظ ال silent. she is talking to my aunt. عن المام هون تحكي on the phone على الهاتف انها تتحدث مع عمتي. لا تنسوا talk كلمة talk, walk فيهم ال والال. now open your activity book please on page 13 from your activity book. now write with capital letters.
write with capital letters. بدنا نكتب باستخدام الحروف الكبيرة. أول إشي write the W silent والإي في آخر الكلمة not اللفظ. write اكتب with T مع ال H L with مع capital letters. capital letters الأحرف الكبيرة. طبعا الحروف الكبيرة capital letters لما بنحكي capital letters إنه الA capital والA small. الB capital والبي سمول. فالحروف الكبيرة اللي هي الحروف اللي بتجي في أول الجملة في وسط الكلمة بنسميهم سمول لتر. حروف الكبيرة الكابيتال لتر اللي هي الاي الكابيتال وبنستخدم الاي سمول. فبدنا نعرف متى أنا بخلي الكلمة بتكون كابيتال لتر باستخدام الحروف الكبيرة. طبعا الكابيتال لترز إلها أربع شروط حتى أبلش فيهم. أول الجملة أو بعد النقطة، يعني أول في أول الجملة دائما شو بيكون الحرف؟ لازم كابيتال لتر بتكون. وين ما بتكون الجملة سوري أول الجملة دائما بتكون كابيتال لتر. أول الجملة يا رابع دائما بتكون كابيتال لتر. إذا كان في نقطة بعد النقطة لازم كابيتال لتر. فأول خيارين، أول الجملة كابيتال لتر وبعد النقطة كابيتال لتر. أول الجملة يا رابع وبعد النقطة لازم تكون الجملة كابيتال لتر. أسماء الأشخاص مثلا اسم ليلى، اسم محمد، اسم أحمد، اسم آية، وين ما بيجي اسم بالجملة الاسم بيكون كابيتال لتر. الاسم بحب يتميز عن غيره فلازم بيكون حروف كبيرة كابيتال لتر، أول حرف بالاسم بيكون كابيتال لتر. أسماء المدن مثلا جوردان، مفرق، أمان، زرقاء، إربد، شو ما تجي اسم مدينة في الجملة لازم اسم المدينة بتكون يا رابع كابيتال لتر. أسماء المدن أخذنا، وأسماء الأشخاص وأول الجملة وبعد النقطة. ضمير الآي، آي معناته أنا، ضمير الآي أنا وين ما بيجي يا رابع لازم يكون كابيتال لتر. وين ما بتجي الآي ضمير معناته أنا لازم تجي دايما كابيتال لتر. ف عرفنا أن كابيتال لتر الحروف الكبيرة، والحروف الكبيرة تجي بالجملة أول الجملة أو بعد النقطة، في أسماء الأشخاص وفي أسماء المدن وضمير الآي أنا. نو بدنا نرجع أنا وياكم نكتب هاي الجمل باستخدام الكابيتال لترز. Mom is cooking chicken and rice. طبعا أول شيء نرجع نتذكر قاعدتنا اللي هي الإز للمفرد والآر للجمع والآم مع الآي كلنا بتتبع بالآي إن جي. الإز مفرد، آر جمع، والآن مع الآي. وين ما بيجوا بالجملة لازم نحط وراهم للفعل ING. عنا مم لأنها مفرد حطينا لها إز، والكوك حطينا لها ING، بس كتذكير في القاعدة. هسا المم إجت في بداية الكلمة، الأم small letter، شو لازم أعمل الأم يا رابع؟ capital letter. فالأم بتصير capital letter مم، بس أول حرف طبعا. مم is cooking مكتوب هنا على أسطر chicken and rice، وبنضع الفرصة بالنقطة في آخر الجملة. فبلشنا الجملة بالكابيتال لتر. النمبر 2 dad is لأنه مفرد، dad is reading about Jordan. dad لأنه مفرد وضعنا له is، وضعنا له read ال ing. dad capital letter بلشت تصير بأول الجملة، فالدي لازم تكون capital. لاحظتوا الدي حولناها لكابيتال، الدي capital. dad is reading about Jordan اسم مدينة، أسماء المدن والأماكن بتصير كابيتال لتر، فغيرنا الجي لكابيتال، الجي بتتحول لكابيتال لأنها اسم مدينة، ونضع فرصته بالنقطة في آخر الجملة. إيسا is helping mom. عايز تحقق فيه شرطين، إنه بأول الجملة لازم بيكون كابيتال لتر، وإنه اسم شخص لازم بيكون كابيتال لتر. فعيسى بنعمل كابيتال لتر، عيسى is لأنه مفرد helping mom وبحط نقطة. بيجي طالب يحكي طب يا مس مام هون عملناها كابيتال لتر، ليش ما بنعملها هون كابيتال لتر؟ يا مس لأنه هون اجت في أول الجملة، هون اجت وين؟ بآخر الجملة، خلص ما تحققت عليها هاي الشروط الموجودة عندي. Now he is sitting the table. he is sitting the table. he is اختصار ال is. هي اجت في أول الجملة لازم أعمل ال h كابيتال لتر. he is أو he is sitting the table. تحققت الجملة ونضع فر stop، بس بنغير ال h لكابيتال لتر. Alia is writing her diary. Alia is writing her diary. Alia اسم شخص واجت كمان في أول الجملة فلازم بتكون كابيتال لتر. فالA تنقلب لكابيتال لتر Alia. بنزل الاس، بكتب الرايتنج، بحط her diary وبضع النقطة في آخر الجملة. She is doing a school project about a man and Aqaba. She is doing a school project about a man and Aqaba. She لأنها مفرد، لأنها مفرد وضعنا لها is. yes okay، وتبعت بال ing. هاي تطبيقنا للقاعدة. بس على شغلنا على capital letter، C
الاس بتصير كابيتال لتر لانها في اول الجمله. احسنتم. الاس كابيتال لتر. شي از ننزل الدوينج نكتب على الاسطر اسكول بروجكت اباوت امان وجوردن نضع عليهم دائره. امان وجوردن اسماء مدن. امان عقبه سوري اسماء مدن. فاسماء المدن نرجع كتابتهم بالكابيتال لتر. باخذ اول حرف منها الاي بعمله كابيتال لتر. بكتب اند اداه العطف و بكتب الاي كابيتال لتر لان عقبه اسم مدينه. فعمان والعقبه لانهم اسماء مدن وضعنا اول حرف فيهم كابيتال لتر. بتمنى استمتعتم بدرس الكابيتال لتر يا رابع. ناو ريد اند سيركل. ريد اقرا اند سيركل ضع دائره بيس او نو حسب الاشياء الموجوده عندنا في الجمله هون. Let's read. طبعا حتى بالصورة الموجودة عنا هون. أليا سوري تعالوا شوية رابع. أليا هي الجيرة عليا. عنا عليا وعنا عيسى. عليا وعيسى. أليا is لأنها مفرد sitting in her classroom at school. عليا بتجلس sitting in her classroom classroom غرفة الصف at school تجلس في غرفة الصف في المدرسة. يس حسب الصورة عليا تدرس في غرفة الصف تجلس في غرفة الصف. لاحظت السيتينج شو عملنا فيها؟ إذا بتذكروا بالدرس الماضي حكينا أي كلمة إجا قبل حرف أخير حرف علة شو بنعمل بالحرف الأخير؟ بنضعفه ثم نضيف الـ ING سيتينج. نمبر 2 شيز اختصار الـ is شيز learning. learning يتعلم. شيز learning about عن animals عن الحيوانات. هي تتعلم عن الحيوانات. نشوف ليلى بتتعلم عن الحيوانات حسب الشاشة المعروضة قدامها بنعرف انه ليلى بتتعلم عن الحيوانات فبيكون الجواب yes. نمبر 3 she's writing. طبعا writing لا تنسوا اخرها اي حذفنا اي ثم ضفنا الing. she's writing in her diary بتكتب في مذكراتها. ليلى معها مذكرات وبتكتب فيها؟ لا عندها homework واجبات عن animals وبتكتب عنها فبيكون الجواب no ما بتكتب مذكرات. نمبر 4 عيسى بدنا نروح على البكتشر 2. عيسى is reading a book. عيسى يقرأ كتاب؟ no عيسى أصلا ما عنده كتاب. فعيسى reading a book نضع سيركل دائرة عن no. نمبر 5 عيسى is using a computer. عيسى المفروض وضعنا له is using أصلا آخر إيه حذفنا إيه ما ضفنا الing. فعيسى is using a computer. عيسى بيستخدم الكمبيوتر؟ yes عيسى بيستخدم الكمبيوتر. نمبر 6 he is working on a school project about sport. he is working يعمل. هو يعمل on a school project. project مشروع. project مشروع about عن sport رياضة. بيعمل مشروع للمدرسة about sport عن الرياضة حسب مش شايفين عن شاشة الكمبيوتر بيكون الجواب yes. The teacher is sending an email. التيتشر بصورة ليلى عليا بيرسل إيميل. sending يرسل. send يرسل. sending يرسل. an email no نضع سيركل دائرة عن no. The teacher is speaking to عليا. teacher المعلمة is speaking تتحدث مع عليا. yes التيتشر بتحكي مع عليا فبيكون الجواب yes. يعطيكم العافية يا رابع.